فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أرواح الأموات تلتقي مع أرواح الأحياء في المنام حسب ما هو شائع الآن عند بعض الناس؟ الله أعلم، وأمور البرزخ أحوال الأموات لا يعلمها إلا الله. ولا شك أن الميت تكون روحه بعد موته في البرزخ، والحي كذلك إذا نام فإنه يتوفى الوفاة الصغرى وروحه تذهب وتسرح، وقد تلتقي بأرواح الأموات ويحصل بين الروحين شيء من التفاهم والتواصي، وهذا شيء معروف ومجرب. وبعض العلماء يأخذه من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قالوا هذا في تلاقي أرواح الأحياء وقت النوم وأرواح الأموات. نعم.